السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا. اليوم إن شاء الله سوف أريكم حل هذه الرسالة التي تظهر عند بداية اشتغال حاسوب HP. أولا سنقوم بعمل تيست للديسك دور لمعرفة هل هو صالح أم لا. فقط قم بالضغط على F2 في لوحة المفاتيح، بعد ذلك قم بالنزول إلى هارد درايف شيك الخيار الثاني كما تلاحظون هنا نجمتين، ثم قم بالضغط على اونتري، بعد ذلك قم بالضغط على كويك شيك وتنتظر حتى يتم عمل تيست لهارد درايف او ديسك دير، تنتظر تقريبا دقيقتين. كما تلاحظون تم اجتياز الاختبار بنجاح والهارد ديسك يعني جيد. بعد ذلك قم بالنزول الى اكزيت، ثم قم بالضغط على يس، ثم قم بالضغط على F10 للدخول الى اعدادات الحاسوب F10 كما تلاحظون، ثم قم بالذهاب الى سيستم كونفيجريشن، بعد ذلك قم بالنزول الى USB 3 كما تلاحظون، إذا كانت ديزيبل قم بتغييرها إنيبل، ثم قم بالضغط على بوت أوبسيون، بعد ذلك قم بالنزول إلى ليجاسي سيبورت كما تلاحظون هنا ديزيبل، قم بتغييرها باختيار إنيبل، ثم قم بالضغط على يس. بعد ذلك قم بالضغط على F10 في لوحة المفاتيح، ثم قم بالضغط على يس لحفظ الإعدادات، بعد ذلك قم بكتابة هذا الرقم في لوحة المفاتيح، قم بالضغط هنا في مكان القفل، ثم قم بكتابة الرقم وسوف يتغير الرقم على حسب كل شخص، مثلا هنا 4 7 7 2، ثم قم بالضغط على اونتري بالنسبة للوحة المفاتيح. كما تلاحظون أحباب في الله تم حل المشكل بنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.